الشيخ حفظك الله، بالنسبة لدخول الكفار للمسجد لإصلاح بعض الأمور داخل المسجد، لا بأس أن يدخل الكافر المسجد لإصلاح المسجد، لكن يجب التحرز منه، بمعنى أننا لا نثق أن يحكم العمل، ربما لا يحكم العمل، فلهذا لا بد من التحرز، أن يكون عليه مشرف من المسلمين الناصحين. نعم، هو ليس بنجس، الكافر مو نجس، يعني ليس نجس النجاسة الحسية، هو نجس نجاسة معنوية. ولهذا لو مس يدك وهو رطب أو أنت رطب ما ينجسك، كما قلت لك لمصلحة المسجد، أما أن يدخل بيبك في المسجد فلا، إذا كان لمصلحة المسجد، أو أنه مثلا في المسجد براد يشرب منها ما في بأس. انت